وقد صرت كالخيال وجف جلدي على عظمي. تقول هاي بأيام معدودة تقول جف جلدي على عظمي، شنو صار بيها؟ شنو الألم الشافتة؟ هالشكل هذا. المهم بالليل ترجع من بيت الأحزان تعبانة خلصانة من البكي، بالشمس تبكي، تقول له يا أبا الحسن جيبها للبيت على ابن أبي طالب، بس تعبانة الزهراء يعني نحيلة نحلانة. تقول له مرني على قبر أبوي أرد أقعد شوية يمه. قالها يا بنت رسول الله وضعك كلش يعني. قالت له ما يخالف، قبر أبوي. ياخذ القبر أبوها، تاخذ تراب الشمة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تقول له بس غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشر علينا، رواية الشر علينا. بويا اجانا الصهاكي وشياطينا، وياهم حطبهم شايلينا. انا اللي طلعت ولها وحزينه، قلت ليش عندك جايلينا؟ ايش عندك جايلينا؟ ولك احنا هالعزاء، احنا ابونا متوفي، ايش عندك جاي متوفى؟ ايش عندك جايلينا؟ قلت ليش عندك جاي لي انا لي انا، وكل يوم قلبي ملوع يا بك، كل يوم قلبي ملوعينا من جابني المجرج بدينا. ابويا ردني وسطر خدي علي بن ابي طالب. قال ها يا ام النبوه تقومين؟ قالت له بعد حكايه اريد اقول لابويا. قولي. قالت له دار للاحزان من بعدك بنيت، بويا والقبرك بهالليل اعتميت. ملت مثل الغصن وعليك انحنيت، وساعه وداعك تغير لون يا ابويا. يوم من الايام دخل عليها علي بن ابي طالب، شافها قايمة من فراشها مغيرة ملابس الحسن والحسين، مسويت لهم أكل، السولف وياهم. قالها يا الله إن شاء الله حالتك اليوم تبشر بخير. قالت له حكاية عندي وياك. راحت وياه على جانب، قالت له يا أمير المؤمنين أنا نمت شوية، يعني عيني أخذتها إخفاء قليلا، فشفت أبويا فاتح إيديه وهو يقول فاطمة لقد اشتاق الحبيب. إلي حبيبتي، وما دام أبويا فتح لي إيدي معناه أنا راحلة يا أبا الحسن. حبيت آخر يوم من حياتي أخلي لأولادي أشبع منهم أشوفهم. طلع الإمام علي متأذي، عافها وطلع. من طلع قالت للحسن والحسين الحقا بأبيكما، شوفوا أبوكم وين راح، روحوا وراه. راحوا باوعت الأسماء، قالت لها أسماء نعم سيدتي. قالت لها أنا طابة بالحجرة أقرأ قرآن، ما دام صوتي موجود فهي الحياة، وإلا سئليني جاوبتك حياة، ما جاوبتك وافدة على أبي رسول الله، أشكو إلي ما جرى علي. لا إله إلا الله. تقول أسماء طبت فاطمة تقرأ القرآن، وما أحلى القرآن بصوت فاطمة، وما أحلى القرآن بصوت القرآن. المهم تقول برا شوية انقطع صوتها، ناديت سيدتي فاطمة ماكو جواب، حركتها وإذا هي ميتة، رحم الله من نادى وسيدتي وفاطمة ومظلومة. تقول قمت ألطم على وجهي أبكي على الزرايف، طرقت الباب من الطارق العزن والعزن. فتحت الباب، بادرني الحسن قائلا أسماء كيف حال أمنا؟ قلت لأمكم تريد تستراح بحجرته؟ وصلوا تريد تستراح، اقعدوا ارتاحوا، يجي أبوكم دخلوا على أمكم. تقول قال لي الحسين عجيب أمرك يا أسماء، أمنا إذا رأت ناس دبشرت بنا ارتاحت إلينا،
كلما أردت منعهما ما استطعت دخلا على أمهما، حسن عند رأسها حسين عند أقدامها. الحسن يقولها أمه أنا ولدك الحسن، ماكو جواب. الحسين يقولها حركاها، وإذا هي ميتة احتضن الحسن والحسين وهو يقول عظم الله لك الأجر. طلعوا يبكون للمسجد، ما بكما يا ولدي النبي، هل تذكرتما جدكما وبكيتما؟ نريد أبانا. إجا الإمام علي، شبيكم ولادي أحبابي؟ عظم الله لك الأجر بويا بأمنا فاطمة، أراعل للدنيا علي كثير، وصاحبها حتى الممات عليل. وبعد شنو قال؟ نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليت خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. نعم أيها المؤمنون، نعم أيها الإخوة، جازى علي عليه السلام يسمع صوت من بعيد، علي علي عليها من تصب الماي بهدا. زينب 5 سنين عمرها، بويا علي ايها من تصب الماء بهداي بهداي، اخاف ضلوعها يلجنهن الماء. شلون حكي هذا؟ وبعد اثار طقات الرجس هاي بصدر امي ابويا خلف انداي. شلون حكي بالله؟ هذا يوم الزين ابويا الزهراء، واكو يوم ثاني انا ريد انشد الخيال المجبلين، لعبت على ابن امي ميادي. يا بميادي بعد يهون لو بطل حسين. هويلي عليك ابا عبد الله، هويلي عليك بعد. اي والله زينب بسمعها علي تقول بعد امي يم البيت، بعد موحش البيت. صدق موحش البيت، يم البيت بعد موحش البيت، ومكسورة قلب يا يما ظلت. كون الون يرد الراح ونيت، وطول الدغر ومصاب سويت. اكو يوم ثاني قالت تظلم علينا الليل وازدادت الوحشة. هنا موحش هناك وحشة، بس اكو فرق. يا بظلم علينا الليل وازدادت الوحشة، وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدشة، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال معشة. والله ما حد شال نعشة، ومطروح وبصف علي الاكبر وجز. يا يابا مطروح مطروح الحسين، وبصف علي الأكبر وجزام. بيت الدعاء طولت عليكم، أسألكم الدعاء، بيت الدعاء. يا عزيز النبي الهادي من الخيم مذعورة جيتك خويا، يا حبيب أمي الزهرة حرقة وخيمنا ولفيتك. ماي ما ظلنا بعيني بدمع عيني شاسقيتك، بالمهد جبريل هزك بالدمى مخضب لقيتك. خويا هاي عد العرب عاد، وانا على العاد اعتنيتك. شنو عادت العرب؟ هاي عد العرب عاد، وانا على العاد اعتنيتك. الجار لو ينهضم جار بالعجل قلا نجيتك. خويا لا تحسبوني اختكم حرمة مهضومة ونخيتك، باكر يحمل ضعنكم
جيت نجدك شنه رايك شنهني.